احنا موضوعنا في حلقاتنا ما يسمى بالإعلام الدعوي. والإعلام الدعوي زي ما قلت لحضراتكم له أسس وله قواعد لابد ان احنا نلتزم بيها، لان الاسلام دلوقتي معركته معركة اعلام دعوي. الحياة اعلام، انتشار الاسلام يعتمد على الاعلام، مقاومة تيار الالحاد والتغريب تعتمد على الاعلام. رسالتك العلمية اللي درستها في الازهر الشريف وبتمارسها في وزارة الاوقاف لازم يكون وراها اعلام. نحن في الأسبوع الخامس لأكاديمية الأوقاف الدولية، هذه المحاضرة الثانية لفضيلة الشيخ الجليل والعالم الجليل الشيخ خالد الجندي. في المحاضرة كان يحاضر فيها عن دور الإمام والإعلام الدعوي والتكوين العلمي الصحيح لهذه المحاضرة. كيف ننمي حامل الخطاب الديني؟ ننميه عقليا وفكريا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا، وهذا ما كان في هذه الأسابيع. لذلك استوعبت وستستوعب هذه الدفعة إن شاء الله إضافة إلى الجانب الشرعي علم حروب الجيل الرابع والجيل الخامس في مواجهة الأفكار الإرهابية والمتشددة حتى نقضي عليها تماما بمشيئة الله تعالى. النهارده الدكتور خالد جندي امدنا بمحاضره قيمه جدا، فتح مداركنا لحاجات كتير قوي في تفسير القران كانت غايبه عننا وكانت غامضه بالنسبه لنا. فالمحاضره النهارده كانت ممتازه واكثر من رائعه. احنا دارسين فقه وعارفين الاحكام كويس، لكن الدراسه في الاكاديميه عرفتني الحكم جه ازاي، فعرفتني احكم على الامور ازاي، ولما تعرض عليا مساله افكر فيها ازاي. فالوضع اختلف تماما عن قبل التحقنا بالاكاديميه.